يلا ما معنا وقت. يعني رح تضل مصر على موقفك؟ بابا لا تعمل هيك. قلي انك تراجعت، قلي ما رح تحكي. ليك عندك الفرصة هلأ لحتى أتركك تعيش. فكر بابا لو سمحت. إذا أنا متت كون أخذت عقابي اللي بستاهله، وإذا بقيت كمان عايش وحكيت كل شي رح كون مرتاح من عذاب هالضمير، ورح قابل ربي وأنا مطمن. بالنسبة لألي الخيارين ما بيفرقوا عن بعض بنوب. خلص اتركوا عدنان، نحن ما رح نقتله لأبوك أصلاً، رح نخليه هو لحاله ينتحر. لو فكر بمصلحتنا ومصلحته منيح ما كان وصلنا لهالحل واضطرينا انه نعمل هيك شيء. رستم وقف السيارة شوي. خير زهرة؟ نسيتي شي يعني؟ نسيت الطوق تبعي ولازم ارجع اجيبه. عمي عزت هدانية وانا كنت حابة اهدي لامي. بنتي زهرة معقولة ترجعيني هلأ مشان هيك؟ انا رح اجيب الطوق وارجع فورا. زهرة زهرة وقفي، رح تتأخري هلأ على موعد المشفى. استناني عمو انا جاية. لازم هالمكتوب يصدقوه كل أهل القصر. ما بدي حدا يشك بشي نهائياً، حتى عزت والشرطة لازم يتأكدوا إنه موتك انتحار مو قتل. خلينا نخلص بسرعة. يلا خلصنا. شو بدي أكتب؟ رح تكتب كيف حاولت تقتل أخوك جمال من سنين كرمال تحصل على الأغوية، لأنك بدك ترتاح من عذاب الضمير اللي عم يلاحقك عطول، ولأنه ما بقى فيك تطلع بعيون حدا بالقصر، لهيك قررت إنك تنتحر. إذا قتلتوني يمكن تقدروا تضحكوا على أمي، بس هلأ أو بعدين كل اللي بتضيعة رح يعرفوا انه عدنان مانو ابني. تركني هلا من هالحكي الفاضي وساوي اللي عم قلك عليه. انت رحت وقتلت اخوك مشان الاغوية بدون ما تتردد ولا ثانية، لك ما طلعت وراك حتى. يلا توب فورا كل شي عملته بجمال هون. سامحني يا اخي جمال، سامحيني يا امي. خالة بهية، يا خالة بهية، ها هذا هو. لا تصعب الأمور أكثر من هيك، بسببك وصلنا لهون. عمو عدنا؟ كله منك أنتِ، أنتِ اللي لعبتي بعقلي وعملتي مني قاتل وقتلت أخي.
لا تلومني ابدا غانم، كل شي عملته كان بارادتك انت. لنفرض من سنين حضرتك غلطت وكنت جاهل، طيب وبعد ما رجع اخوك جمال لما فقد الذاكرة ورجع على القصر لعندك ليش ما صححت اللي عملته؟ وقتها ما عذبك ضميرك؟ ليش ما عم ترد علي غانم؟ يا ريت لو فيني ارجع لهديك الايام، يا ريت لو فيني رجع هداك الوقت. هالشي مانو ممكن هلأ غانم، اللي صار صار. انت عملت كل شي بيطلع بإيدك كرمال تتخلص من أخوك جمال. وكرمال تصفى الأغاوية إلك لحالك، وقلت لأمك خطفوه ما رجعوا لك ياه. ولما رجع انت انصدمت وخفت إنه يتذكر كل شي ويحكي للكل عن أفعالك الحقيرة. نعم على عيونك من دون ولا شفقة دفعت المصاري لفرات وخليته يقتله لجمال هو بالحبس. كل هالشي عملته بإرادتك انت غانم، بحياتك ما تلوم حدا أبدا. مين في هونيك؟ زهرة، 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 تعي معي، يلا بسرعة. خلصيني يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. أنت شو عم تعملي هون؟ ما كنتي رايحة على المستشفى؟ أنا زهرة؟ أنت ما رحتي مع رستم؟ زهرة قولي شو سمعتي؟ يلا زهرة رح نتأخر على المشفى. عمر يلعن هالحظ، علقنا هون، شو رح نعمل؟ انت فوت معا لجوا وانا طالعة شوف رستم. خير يا رستم افندي، مين بدك؟ بدي زهرة، رجعت منشان تجيب الطوق تبعها، يا ريت تناديلها منشان ما نتأخر. ما انا هون زهرة، ما رجعت ابدا. كيف يعني بهي خانو؟ أنا شفتها بعيوني وهي فايتة على البيت. قلت لك ما أجت على البيت، لو فاتت لهون كنت شفتها. لورين خانم رح تقلعني من شغلي، الله يوفقك، شو فيها هون ولا لا؟ لك رستم أنت ليش ما بتفهم بالحكي؟ قلت لك زهرة ما أنا هون. طيب وين راحت؟ انشقت الأرض وبلعتها؟ قالت لك رايحة على البيت وهربت، لازم تفتح عيونك تاني مرة. يلا لشوف امشي. عمو عدنان مشان الله قال لي لوين آخذني؟ هلا امي بيكون بالها مشغول. الو هارون، تعا بيت الجبل هلا بسرعه. عم وعدنان امي عم تستناني هلا، خليني روح. رح خليك تروحي، تعي يلا. لا تخافي زهره. الله يتقبل يا امي، وإن شاء الله الله يريح قلبك وبالك على طول. آمين، شكراً يا ابني. ألو زمرد خانو،
أنا إلي زمان ناطرة زهرة وهي لهلأ ما بينت، قلت بتصل فيكي لأعرف شو القصة. شو عم بتقولي؟ رستم له ساعتين طالع، مو معقول يعني لهلأ ما وصلوا لعندك؟ لا والله ما إجا حدا. رح شوف رستم هلأ وأرجع أتصل فيكي. إيه؟ شو في زمرد؟ مرت عمي، رستم من ساعتين على أساس ياخد زهرة لعند أمها بس لهلأ ما وصل. شلون يعني؟ لكن لوين راحت؟